انطلاقا من مواده التي فاقت 450 مادة، ناقش نواب المجلس الشعبي الوطني قانون الصحة الجديد. هذا القانون الذي جاء خلفا لقانون فيفري 85-900 ألف، والذي أصبح حتمية كونه لا يتكيف والتغيرات التي تشهدها البلاد. ورغم اختلاف الآراء إلا أنها انصبت على ما يخص موضوع مجانية العلاج. هذا القانون جاء ليكرس التراجع التدريجي على القطاع العام، جاء ليكرس التراجع التدريجي عن مجانية العلاج. لهذا طالب رأينا بأن هذا القانون لا يخدم القطاع على الإطلاق، رأينا أن سحبه أولى من المصادقة عليه وإعادة النظر فيه. نحن دولة اجتماعية بامتياز، نحن دولة استمدينا الطابع الاجتماعي من بين أول نوفمبر، ولكن في حقيقة الأمر من يستفيد من مجانية الصحة؟ اليوم انت صحفي وانا برلماني والاخ مصور ومؤمل لدى ضمان الاجتماعي، لا تستفيد من ضمان من مجانية الصحة. تحت قبة البرلمان وأثناء الكلمة التي ألقاها وزير الصحة مختار حسب اللهوي، أكد أن القانون الجديد يبقي على مجانية العلاج بتفعيل آليات جديدة. فإن تلبية الاحتياجات الصحية تقتضي إيجاد آليات أخرى ملائمة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل دون المساس بالمجانية، وعلى أساس التحكم في النفقات مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية المقدمة للمريض. هي إذن مناقشة علنية ضمت أطرافا مختلفة، ولكن رغم الاختلاف في الأفكار إلا أن الهدف واحد، وهو الأمل أن يأتي قانون الصحة الجديد بآلية تعمل على إصلاح قطاع الصحة في الجزائر.